أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لمشاهدينا في تونس وخارج حدود الوطن. مسك الختام، الحلقة الختامية من برنامج التاسعة سبور بعد موسم ماراثوني واستثنائي، وسعداء أن نستقبل أبطال تونس النجم الرياضي الساحلي. ألف مبروك إذن البطولة رقم 11 عن جدارة واستحقاق لفريق النجم الرياضي الساحلي، تألق هذا الموسم بصفة لافتة للانتباه، وأكيد سدوات التاسعة ترحب بأبطال تونس وسعيد بالترحيب بالمدرب المساعد والخلينا نقول لاعب الدولي السابق والمحل الفني في قناة التاسعة سيف غزال. مرحبا ومبروك التتويج ومبروك العيد. مرحبا بك عادل، مرحبا بكل مشاهدي التاسعة، ونشكرك مرة أخرى على الاستضافة هذه ومبروك على النتيجة. أنتم أهلا لها، الاستضافة تستحقوها، وتعودنا دائما نكرم الأبطال. والجولية الساحلي اليوم بطل كما قلت عن جدارة واستحقاق، ويستحق هذه المكانة عايش. وهذه الحفاوة وهذا الاحتفال. أيضا يحضر معنا المدرب ولاعب دولي سابق محمد علي نفخة، المدرب المساعد أيضا من المساعد. مرحبا محمد علي، مبروك. مرحبا عادل، مرحبا بكل مشاهدي التاسعة، ونشكرك على الاستضافة ومرحبا بك. عملت معنا ضربات في التاسعة سبورت هذا ما تختلفش طول الوضعية، مسير ومدرب ومحلل فني. ما يسالش اللي يجي مبروك. وتصب تنفع. أيضا سعداء يكون معنا اليوم حارس تألق بشكل لافت الانتباه وساهم مع بقية رفاقه في فوز النجم الساحلي ببطولة هذا الموسم، أكيد نتحدث عن الحارس الكبير الممتاز علي جمال. مرحبا. بس قادر على الاستضافة ونحيي المشاهدين اللي يتفرجوا فينا. أيضا سعيد أن نرحب ترحاب خاص بلاعب أعطى الكثير ولا يزال للنجم الرياضي الساحلي، هو قائد فريق، هو مثال في العطاء في الانضباط وخاصة في حب الجمعية. نحكي على زياد بوغطاس. مرحبا زياد، أهلا وسهلا بك، مبروك كثير. مرحبا بك عادل، مرحبا بجميع المشاهدين التاسعة. إن شاء الله باللطف الإصابة. الحمد لله، كهو كل شيء بالكتبة شوية وقت، والواحد إن شاء الله يرجع لكم إن شاء الله. إن شاء الله، وأكيد العزيمة متاعك قوية وقادر أنك ترجع كما كنت أفضل مما كنت، لأنك ما زلت قادر تعطي الكثير الكرة التونسية والنجم الساحلي بالتأكيد. إن شاء الله إن شاء الله. أيضا منورينا زياد، كما شفت أحباء النجم الساحلي نرحبوا بهم، وعديد اللاعبين اللي باش ناخذوهم بعد قليل في ربط مع عزيز الجباري في انتظار التحاق اللقب مع نائب رئيس الهيئة التسييرية فهمي النيفر اللي أكيد تشد في ثنية، وإحنا نلتزموا بالوقت وحابين نبدأ في وقتنا لأن الناس تفرج فينا وتنتظر فينا. فعلى كل حال إن شاء الله وقت اللي يخلط يلتحق بالركب ويلتحق بالأسود. وخلينا نمشي مباشرة إلى كليب غنائي وهدية من برنامج تاسعة سبور لبطل تونس النجم الرياضي الساحلي. سمت علينا الجرحى كي درنا لكم البيج نصطفى لحلينا ببليكو الفيراج كان الموت تفرقنا. قل يا موريتي كوبا كامبيون سيب ريبريزنتي ببليكو ما تدور. Get up!
طبعا أجواء احتفالية في سوسة في الساحل وفي كل المدن والقرى اللي موجود فيها جمهور نجم هذه الساحلي اللي احتفل ولا زال يحتفل بهذه البطولة. ونحب مباشرة قبل ما نحكي على تقييم الموسم مع سيف وبقية الحضور شيخ العبيدة. شيخ امبارح نحكي انا ودالي قلت له لا تمريق للعبيد مش شيخ. الحمد لله يظل تتويج في وقت مهم جدا في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، في منعرج مهم في تاريخ النجم الرياضي الساحلي. الناس كل تعرف المشاكل اللي تعدى بها النجم الرياضي الساحلي والقضايا والامور، وكان ممنوع من الانتداب. هذاك علاش التتويج نتاع اليوم هو تتويج نتاع ترافاي نتاع ايكيب كامله من على هرم اللي هو رئيس النادي سي عثمان، فما اداره معاه ستاف تكنيك، وفي الاخر ستاف ميديكال ما ننساش زاده، والناس اللي تخدم في الاداره، والميريت الكل ديما يرجع للملاعبين، لانه الملاعبين هما اللي زاكتور، هما اللي كانوا في الميدان، هما اللي ضحاوا بوقتهم، ضحاوا بالتعب، بعائلاتهم، برشا حاجات كان عليهم ضغط، لانه الموسم كان فيه يعني تقلبات كبيره بالنسبه لنا احنا كنجم الرياضي الساحلي. لكن الحمد لله الهدف نتاعنا كان هو المرحله الاولى، نبداو بالمراحل. المرحله الاولى مع محمد المكشر وقت خدمت معاه كونه نتعداو لمرحله التتويج مع نقاط الحوافز، هذاك اللي صار. ومن بعد سي فوزي معناها بالخبره نتاعو نحي كل الكاريزما نتاعو وكل التخميره نتاعو، لكن عنده بصمه كبيره برشا الحقيقه. انا واحد من الناس اللي ديما نحكيو فيه الموضوع، تعلمنا منه برشا، تعرفنا كيفاش نتعاملوا مع البطوله نتاعنا، وخاصه حتى الجماهير نتاعنا. ساعات الواحد في تصريحاته يحب يوصل لهم ميساج، ساعات يوصل ساعات لا، كونه يلزمنا نتعاملوا مع الرزنامه نتاعنا اللي هي فيها مقابلات مع لي كونكورون ديريكت، وكيف لي كونكورون ديريكت زاد مشالوا مع بعضهم. يعني الواحد يلزم يكون ذكي، والحمد لله ربي وفقنا الحمد لله. حسن على ذكر الرزنامه، يعني الرتور كان صعيب برشا على اعتبار انك تمشي لصفاقس تلعب مع سي اس اس، تمشي المسير تلعب مع الاتحاد المنسيري مراهن جدي على البطوله، وايضا تستقبل الترجي والافريقي ورا بعضهم، حتى كان تلعب في سوسه ديما مباريات ذو مسعى. صحيح، احنا في فتره من الفترات عادل راهو على خمسه مقابلات عملنا اربع تنقلات، يعني زوز تنقلات في الذهاب ومن بعد زوز تنقلات في الاياب، اربع مقابلات نلعبوا خارج ميداننا، يعني ضد فرق اللي محترمه جدا. كي نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي، كي نحكيو على الاتحاد الرياضي المنستيري، ترجي ونادي الافريقي، هذوما مقابلات كانت الحقيقه صعاب وما نعرفش تنجم تكون في البطوله، لانه مرحله التتويج مش كما بطوله عاديه. مقابله نجم تطلعك الفوق، ومقابله نجم معناها تكون تلقى روحك في الترتيب اللوطه، لكن تعاملنا زاد كيف مع الاصابات نتاعنا، مع الغيابات، الاوراق صفر، حاولنا في مقابلات اللي غيرنا حتى لي بوست نتاع الملاعبيه، كما قال سي فوزي في تصريحاته، شكون كان يستنى لؤي بن حسين باش يكون هو ظهير ايمن، شكون كان يستنى علي صوما في مقابله النادي الفريقي باش يكون متوسط ميدان دفاعي، وهذيك هي يعني حتى الاولاد علاش قلت لك اللاعبين ما قصروش، معناها كانوا في المستوى بالرغم الضغط وبالرغم اللي كنا صعاب معهم، حتى ابو غطاس موجود ولا علي ساعات وحتى نحكي انه نفخه صعابه معهم، ولكن نعرفهم هذوكم اخواتنا. ابو غطاس لعبنا مع بعضنا، نعرفوا بعضنا، بلبولي موجود، عليا كيف حمزه جلاسي، ياسين شيخاوي بالرغم الاصابه كان موجود معانا يجي يحضر، والحمد لله. هذا الحقيقه هذا كونسكراسيون نتاع ترافاي نتاع ايكيب كامله، ما شفناش واحد معناها هو اللي خير من الاخر، بالعكس شفنا مجموعه كامله. المجموعه هذه تتكون من هيئه مديره معها ستاف تكنيك، ستاف ميديكال والملاعبيه، وديما نقول ميريت ديما يرجع للملاعبيه، مبروك علينا مبروك عليهم، لانه بخلاف الملاعبيه اللي عندهم تتويجات في كاريرهم، الملاعبيه جدد هذوما اولاد النادي في اول مشوارهم يفوزوا بلقب، وهذا مهم جدا، يلزمهم يكبروا ويلزمهم يتطوروا. لكن نحب نوصل ميساج كونه
ماهيش أول بطولة في النجم الرياضي الساحلي، ماهيش آخر بطولة. احنا اليوم يعني نحتفلوا وفرحانين باللقب، لكن البطولة تبدأ نهار 19 مبدئيا. تو نعرفوا اللي الجامعة هبطت البلاغ كونه البطولة تبدأ نهار 19، يعني النجم الرياضي الساحلي العام الجاي تخلوا تحدي جديد اللي هو تشامبيونز ليج، مع كونك مش دافع على هذه التحديات طبعا باش نجيو عليها سيف. يعني اليوم الوصول لقمه نقولوا سهل لكن ما كان سهل، لكن البقاء فيها اكيد اصعب بكثير، وهذا ما يخلي الفريق مطالب انه يقوم بالتدعيم اللازم للرصيد البشري والاستعداد جيدا للمواعيد القادمه. محمد علي نفخه، وكان تقيم الموسم يعني على بنك الاحتياط مش كما اللاعب اللي يكون على الميدان ربما يشوف اشياء يعيش اشياء ما يعيشهاش الجمهور ما يعيشهاش اللاعب. كيفاش كان الموسم بالنسبه للنجم الساحلي، وقتاش تحققتوا ان الفريق ينجم يفوز باللقب؟ ما احنا السنه معناها حتى من اللي بدينا ديما نفس الديسكور، ديما نحكي وناخذوا ماتشواتنا ماتش بار ماتش، دونك ديما نخزر الماتش اللي عندنا ما نخموش في اللي بعد، اللي من بعد تو نحاولوا نتصرفوا بالموجود بالافكتيف، نحاولوا ندوروا لي بوست، نرتحوا ديزيليمون، دخلوا ناس اخرى فري. ما كانش سهل جيستيون الحقيقه، ما كانش سهله. والفرق بين انك تكون لاعب في التيران دونك تنجم تعمل رياكسيون، تنجم تكون انت اكتور، لكن كي تكون على البنك تو ديبون من اللاعبيه في النهار هذاك كيفاش يكونوا، دونك فما فرق كبير وستريس يكون كي تكون انترونور اكبر برشا. لكن الحمد لله معناها كنا عندنا ثقه فيهم الاولاد ما قصروش الحقيقه كما يقول سيف، معناها كنا ساعات كنا اكزيجون برشا معاهم، كنا صعاب استحملونا. اليوم بعد الفرحه بعد التتويج واحد نقول لهم نطلب منكم السماح ساعات، خاطر بالحق فما اوقات نزلنا عليهم برشا، والحقيقة كانوا متفاهمين وكانوا متجاوبين معنا، كانوا رجال في لي مومون الصعاب، لقينا ناس نجموا نعملوا عليها، زياد علي الكبار معناها عاونونا برشا، الأولاد الصغار فما شكون ترانا عندنا في الليجون، نعرفهم بالكدا الناس الكل، ما كانت جيستيون سهلة لكن فريمون الحمد لله معناها سي فوزي كي جا الحقيقه معناها كان هو عطى البصمه نتاعه وتعلمنا منه برشا حاجات ومازلنا نتعلمه. لكن اليوم نقولوا مبروك علينا البطوله، مبروك على الملاعبيه على الاداره على الجمهور، بطوله باستحقاق والحمد لله. هذا هو اكيد علي حكاوا سيف ومحمد علي نفخه على الضغط اللي كان مسلط على الفريق وعلى اللاعبين، وانا اقول الضغط كان مضاعف على حارس المرمى. يعني علي جمال معناها تحت المجهر اي غلطه تنجم تتحسب عليه، قام بواجبه هذاك مش مزيه. يعني كيفاش نجم يعيش حارس يلعب في النجم الساحلي وعلى لقب وفي ظروف خلينا نقول سخونه، تحب ولا تكره بطوله تاع السنه سخونه فيها برشا كلمات برشا حديث وبرشا حس، كيفاش يعيش اللاعب وكيفاش عشت هذا الموسم الاستثنائي اللي كنت متالق فيه وساهمت بشكل كبير مع بقيه زملائك في هذا التتويج؟ شوف خويا عادل، بالنسبه لي اول ما جيت للاتوال وصححت في الاتوال كنت عارف روحي على شنو قادم، سيرتو تعرف البريسيون الكبيره في الجمعيات الكبار اللي الجمهور نتاعها يطالبك كم بالالقاب، دونك معناها واحد لازم يكون محضر للحاجه هذه، والتجربه هذه ديجا عديتها معناها تعديت بها في الترجي التونسي. الحمد لله معناها فما توفيق من عند ربي، واحد حط مخه حط معناها كونسنتراسيون نتاعو كونسنتري سيرتو في لي ماتش. سي فري فما دي مومون فابل تعديت بهم، عرفت كيفاش باش نتعدى بهم، مي من بعد الحمد لله معناها واحد وقف على ساقي ووفق لي ربي وعاونت اصحابي، معناها كنت مع اصحابي معناها وكا والحمد لله. علي اصعب المباريات اللي عشتهم السنه واللي حسيت فيهم انه البطوله تنجم تهرب، يعني شي المباريات اللي قلت هذه باش تكون حاسمه وكان نربحوها نجموا نكزوها وتكون عندنا امل كبير فوز بالبطوله؟ مباراه النادي الافريقي في رادس بعد ما خسرنا كونتر الترجي التونسي، ما لازمناش نخسروا كونتر النادي الافريقي، كانت مباراة صعيبة سيرتو تعرف النادي الافريقي وقتها حاشو بثلاث بوان واحنا كيف حاجتنا بثلاث بوان، الماتش هذاك كان صعيب بالنسبة لنا والحمد لله معناها ربي وفقنا وانتصرنا في الماتش هذاك. تعرف بعد الماتش ما عادش نجمو نمشيو على ساقينا،
الوليد بالكل تعبنا فيه سيرتو الماتش هذاك، هذاك هو الماتش اللي تعبنا فيه والحمد لله معناها 3 بوين هذيك هي اللي جابت لنا الشامبيونو الحمد لله. الاولاد كانوا معناها رجال وربي وافقنا في الماتش هذاك. هذا هو اذا، ولو انه ايضا نتصور اذا مباراه المستير في مباراه العوده كانت هي مباراه نهائي الموسم، تو نرجعوا لها اكيد نرجعوا لها نحكيوا على المسيره نتاع النجم الرياضي الساحلي. زياد دورك كمؤثر كلاعب سابق كقيدوم كقائد فريق كان دور صعيب ودور مضاعف ولا يقل على دور المدرب في الفيستير، يعني كيفاش تعاملت مع المجموعه مع اللاعبين في الفترات الصعيبه في فترات الشك، يعني شنية المود باس اللي كانت موجوده بيناتكم، كيفاش كان الجو في الفيستير، يعني حكينا على بعض الاجواء والكواليس اللي عشتوها في هذا الموسم الاستثنائي. والله صحيح الاولاد الكل برسك نعرفهم سيرتو الاولاد الصغار ما عندهمش العقليه نتاع لي بريسيون والماتشات الكبار، كنا في الماتشات هذوكم ديما نحكيو معاهم البلبولي علي الكل، دونك لقينا شويه صعوبات صحيح من الاول معاهم، بعد باللي ماتش الكل بداو يكبروا مع لي ماتش وقربة الشامبيونات الكل سهلت شويه الامور، اما من الاول كانت الامور صعيبه شويه معاهم خاطر ماك تعرف جون طالع على مستوى التاقلم على مستوى الظروف على الاجواء، يعني جمهور الاطوال صعيب والعيشه في سوسه معناها الناس كل تحت المجهر زلقه بفلقه معناها فهمت، جمهور الاطوال صعيب ما كانوش واعيين مثلا باللي الاطوال جمعيه كبيره لازمك تلعب على تيتر، دونك ديما عندك شويه الاستهتار نتاع مازالوا صغار وكل ماتش دورك انت كقائد فريق كيفاش كان، يعني على مستوى التأثير على مستوى الانسجام كيفاش النجم يدخل في المجموعه في المنظومه نتاع النجم الرياضي الساحلي؟ الحقيقه كنت كاخو ما كنتش كقائد فريق الحقيقه خاطر الرفل كان خو صعيب سيرتو مع ابو ثمان وسامع بيت خويا تعبوني الحقيقه نتاع ربي برجوني الحمد لله تحيه ليهم الحمد لله الحمد لله تعبي مشاش خساره وكا حكيت عن مباراه الاتحاد المنستيري نتصورها مباراه هامه مباراه مسيريه مباراه صعيبه الناس كل حتى جمهور الاطوال كان يعتقد جازما أن الفوز في المنستير يعني خطوه نحو البطوله رقم 11 كيفاش عشتوها المباراه هذيك خاصه في ظل الريتم والنسق الكبير معنا نهارين كنا نهارين ماتش والله الماتشات الكل حضرناه بنفس الطريقه برسك خاطر كل جمعيه اش نلعبوا لها لازم تربحنا باش يتولي الاولى دونك البريسيون كانت دوبل شويه ماتش مستير صحيح كان صعيب خاطر مستير مازالت كي ربحت الاسبيرونس دونك لازم تربحنا احنا باش تقرب لنا ولا تفوتنا في الكلاسمون دونك الماتش هذاك عندي يعني كان المفتاح نتاع البطوله خذينا الماتشات الكل كل ماتش وماتشوه دونك نركزوا على الماتش هذا وبعد الماتش الاخر تو يجي وقت ونخموا فيه الحمد لله وفقنا ربي في الماتش هذاك وخذينا 3 بوان اللي قربونا برشا للشامبيونان. على كل حال باش نحكيوا على هذه المسيره المتميزه لفريق جوهره الساحل في هذا الموسم الاستثنائي وبطل تونس للمره 11 في تاريخه، نعود بالارقام لمسيره الاطوال هذا الموسم في قراءه لعزيز جباري ومهدي الحفصي. النجمة الساحلية تسطع في سماء كرة القدم التونسي، عودة إلى منصات التتويج من بوابة لقب بطولة تونس. النجم الساحلي بعد سنوات من المشاكل والغياب يعود إلى مكانته الطبيعي، بطل تونس عن جدارة واستحقاق ولحظات ستبقى خالدة في البال. بلغة الإحصائيات النجم الساحلي في طريقه نحو البطولة رقم 11 في تاريخه عمل باركور محترم للغاية. أرقام أكد أنه الشامبيونات أمبلومون ميغيتي وشيخ العبد في سوسة. النجم الساحلي يبدأ الموسم بقيادة الكوتش محمد المكش، 14 ماتش في المرحلة الأولى حقق فيها زملاء عبيد 9 انتصارات 2 تعادلات و3 هزايم. الإطوال خسر مركز الصدارة في الجولة الأخيرة بعد ديفيت ضد السيابي خلته يتراجع على المركز الثاني ويدخل مرحلة البلاي أوف ب3 نقاط حوافز. في مرحلة التتويج 2 جولات كانوا كافيين للإطوال لاعتلاء الصدارة من جديد،
ومن الجولة الثانية لنهاية الموسم أولاد بوجعفر ما سلموش مركز. 14 مقابلة تحت قيادة الجنرال فوزي البنزرتي حقق فيها زملاء إجلاسي 9 انتصارات 4 تعادلات وهزيمة واحدة. ليتوال سجل 19 هدف وقبل 3 بون كأحسن قد دفاع في البلاي أوف. مسيرة البطل في المجمل تفرض الاحترام، 18 انتصار 6 تعادلات و4 هزايم تخلي ليتوال في البوديو. في سوسة زاهية لعبات سيف ولا في الأحلام ينتظر عشاق النجم، والمطلوب التأكيد في قادم المواعيد.
ساحلين يا هيك هيا هيا وهيا النجمة ساحلين يا هيك يا ابو نهر جامعين هيا هيا وهيا النجمة ساحلين يا هيك هيا هيا وهيا النجمة ساحلين النجم الرياضي الساحلي البطولة رقم 11. طبعا سعيد أنه كان معانا المطرب المتألق ومحب من أحباء النجم الأوفياء المنظر بن عمار. ميرسي عبدالله، ميرسي نورتنا منظر. لنا عودة أكيد باي، حبيت خاطر ثم مواعيد نتاع حفلات اللي طوال دونك حبيت نقول عليهم. اكيد تو تقول عليهم، نقول عليهم تو. فوالا دونك عندنا موعد اول الساعه في سوسه ان شاء الله السبت هذايا، الناس اللي تحب تسمع غنيات لي طوال باش يكون موجود في الصالون سوسه. دونك الناس كل تصفيقه قويه وتكونوا حاضرين في الصالون سوسه نهار السبت. دونك من توا اللي مش يجي يفرج في غنيات لي طوال في الصالون يعمل ريزيرفاسيون تاعو من توا. ثم زاد مواعيد في نيس مع خونا روف التومي وخونا طارق زواري في سبتمبر، بدا التحضير معنا على قدم وساق كما يقولوا، بالتنسيق مع جمعيه الاحباء في نيس وجمعيه الاحباء في فرانكفورت. دونك خونا روف التومي خونا طارق مش يعملوا الحفلتين هذوما ان شاء الله في سبتمبر. ان شاء الله ان شاء الله دائما موفق منظر. نعود بعد قليل. خلينا نرحب ب السيد فهمي النيفر نائب رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. أهلا وسهلا بك وألف مبروك بكين. أيضا سعيد أن نرحب بالناطق الرسمي لفريق جوهرة الساحل، السماء كان عنده حضور متميز، سي قيس بن احمد. استاذ قيس بن احمد مرحبا بك والف مبروك تتويج. شكرا عادل وبارك فيكم وشكرا على الاستضافة. طيب احنا بدينا نحكيه على العمل الكبير اللي قام به الاطار الفني هو رمي الكره للاعبين والهيئه المديره. نحب نحكي اليوم مع اعضاء الهيئه المديره تقييمكم لهذا الموسم، اكيد موسم استثنائي سيبقى في البال، سيبقى في ذاكره الرياضيين وعشاق واحباء النجم الرياضي الساحلي في الداخل والخارج. يعني نتصور مهمه لم تكن سهله، الفريق كان يعني غير قادر على الامتداد، عقوبات كبيره، ضغط كبير على مستوى المديونية والعقل اللي كانت تتهدد فيه يمينا وشمالا. في ظل هذه الوضعية المالية كيف تعاملتم إداريا حتى نوصلوا لهذه المرحلة نتوج فيها الفريق بهذه البطولة ويرجع يتنفس من جديد على مستوى الأمور المالية؟ تحركت بعد ما تم التعاقد مع مستشارين من أعلى طراز على مستوى عالمي صح التعبير. والله عادل انت قلت ترميو الكره للاعبين، انا زاد باش نرمي لك الكره ديريكت للاعبين، خاطر الاطار الفني واللاعبين هما 90% معناها مساهمين في التتويج هذا. خدمه كبيره بدات بالاطار الفني اللي كان موجود على راس نجم الرياضي الساحلي في التحضيرات، سي محمد المكشر ومنير بقديده والبقيه بتاع الستاف نتاعو، وكملوها معناها الستاف اللي جاء من بعد في وسط سي فوزي البنزرتي وسي سيف غزال اللي كمل. وبربي تحيه لسي سيف غزال خاطر فما الديكليك نتاع السيزون على برشا ناس ما فاقتش بيه. تحيه سيف. وهو الباساسيون اللي تعملت صحيح بين سي محمد المكشر وفوزي البنزرتي والماتش الكبير اللي تعمل كونتر سي اس اس في سوسه وكان على راس الفريق وقتها وفي التحضيرات نتاعو سي سيف غزال. بالنسبه للاعبين والاطار الفني كانوا واعيين بالمشاكل اللي كانت موجوده في النجم الرياضي الساحلي، كانوا واعيين بالامور الماديه صعيبه، كانوا متفاهمين انه المديره اللي جات ويرأسها السيد عثمان جنيح، وتحيه كبيره للسيد هذا في اللاج هذه اللي يقبل لك تحدي ماهوش ساهل بكل، ويقبل على روحه ديما يقول قولني في العمر هذايا معناها باش نقبل على روحي مشاكل كي هكا سيتي با فاسيل بالنسبه لي هو.
كانوا متفاهمين انه راهي الامور صعيبه برشا، ما كانوش كانوا مؤمنين برواحهم، ستاف تكنيك كان مؤمن بجوهرات والملاعبيه صغار كانوا موجودين. نحكي لك في ان بارتي دو سيزون لما مازال ما صارش حتى انتدابات على النجم الرياضي الساحلي، قاعد يشارك بالملاعبيه وبالبيبينيير اللي عنده الموجوده على ذمه الفريق، كانوا في المستوى، كانوا راهم دي ليدر كيما زياد بوغطاس، كيما ياسين الشيخاوي، ايمن البلبولي، بصراحه ناس وقفت مع الهيئه المديره، كانوا واقفين عاونونا برشا الحمد لله. جات دوزيام الدوزيام بارتي، معناها نقولوا احنا من السيزون حاولنا نخلصوا شويه من الديون وتمكنا في وقت قياسي وكانت صعيبه برشا باش رفعنا منع الانتداب. تحيه زياد الجزيري اللي مش موجود بحذانا اليوم، خدم خدمه كبيره في التريف هذيك، حاول باش او موان يعمل كالكو ريكريتمون اللي يكونوا ناجحين. انا من رايي 90% اللي ريكريتمون نجحوا ووصلنا الخدمه والحمد لله، واليوم انا بحذاك تروفي موجود، توجنا ساقينا على القاع ونكملوا نخدموا وان شاء الله المسيره تستمر. ان شاء الله ان شاء الله المسيره طيب. تستمر. قيس بن احمد استاذ، اللي كانت عندك اطلالات عديده هذا الموسم في علاقه باخر التطورات يعني وردود الافعال واحترازات وغيرها من الاشياء، الدور نتاع اللجنه القانونيه في النجم الرياضي الساحلي ودور الناطق الرسمي كان دور صعب وحساس، يعني كيفاش يتم يعني الخروج الاعلامي حسوا مدروس كان، وحتى النقاط اللي تحكي فيها كانت نقاط معينة، ما يصيرش الخروج على النص اللي ربما يصير فيه تأويل أو ردود أفعال متشنجة من هنا وهناك. الخطاب الرسمي في النجم الرياضي الساحلي تغير، شنو هي السياسة الإعلامية اللي عملتوها سنة في علاقة بالتعامل مع الجمهور الرياضي عامة وجمهور النجم الرياضي الساحلي خاصة، وفي علاقة بالملفات الساخنة اللي شد هذا الموسم مش وقته باش نرجعوا لها طبعا. هو اجابه على سؤالك عادل، هو كان لاحظته واكيد لاحظته، والدليل على ذلك سؤالك هذايا كونه السياسه الاتصاليه في فريقنا السنه تغيرت بمعنى انه حاولنا نتفاداو قدر الامكان مش ندخلوا في مواضيع تكون سبب نتاع تشنج وتخلق الازمات وتخلق معناها كلام منا وردود افعال من هنا، حاولنا قدر المستطاع انه ما ندخلوا كان وقت اللي يلزم ندخلوا باش نوضحوا موقف ولا باش نبلغوا موقف ولا باش ندافعوا على حق الراوه من منظورنا احنا كفريق النجم الرياضي الساحلي، وانه حقنا لابد وان نبلغوه. كذلك انت تعرف عادل وانت صحافي وانه فما معادله صعبه ما بين المعلومه اللي يلزم توصل للجماهير وما بين في بعض الاحيان كواجب التحفظ ولا التكتم اللي ما يلزمش في كل وقت ولا في كل مناسبه، وانه تكون معناها الهيئه تتدخل سواء عن طريق بلاغات او عن طريق الناطق الرسمي او حتى عن طريق معناها مسؤولين اخرين. كانت الحقيقه مهمه صعبه، لكن كيف نعرفوا انه على راس فريق النجم الرياضي الساحلي السيد عثمان جنيح اللي هو حتى في طبعه كتوم، معناها ما يتحدثش برشا، يحاول قدر الامكان وانه يخلي المجال للافعال اكثر منه للكلام، وهذا اللي صار. نتصور انه السياسه اللي توخاها الفريق نتاعنا عام السنه كانت سياسه باهيه، والدليل على ذلك وانه تفادينا في عديد نقول المطبات سواء اعلاميه او حتى قانونيه، حاولنا نتفاداو قدر الامكان. في ان واحد جمهورنا عنده علينا حق، يلزم فما معلومه تكون موجوده، فما شفافيه، فما وضوح، وهذه معناها مبادئ تم الاتفاق عليها من اول العام. كان تذكروا الناس الكل الهيئه هذه خذات مقاليد التسيير يوم 27 جويليه، الموعد الرسمي اللي تسلمت فيه مقاليد التسيير بصفتها هيئه تسييريه، كان العمل اكثر منكب على معناها حل المشاكل اللي بها الفائده، معناها المشاكل اللي كانت تحول حتى وديمومه فريق النجم الساحلي. انت تواجهت بسؤال سيفا منيفر على الاشكالات اللي تعرض لها الفريق، هي السناء الناس كل تعرفها، لكن هي من قبل الحقيقه، لكن السناء فما عديد المواضيع وعديد الملفات الاخطيره اللي احسنت الهيئه نتصور ولو نسبيا في التعامل معها، ودليل على ذلك كما قال فامي وانه اليوم موجودين بحذاك متوجين ومعنا لقب البطوله. هذا هو طبعا خلينا مختصر الحديث في علاقه بالعمل الكبير اللي قامت به الهيئه المديره، ونعرف اليوم عزوف المسيرين وعزوف عزيز الرجالات اللي تحب الرياضه عن التسيير الرياضي نظرا للوضع الصعب
الاقتصادي وايضا حتى الاخلاقي الموجود في تونس اليوم، واللي يخلي كل واحد عنده شويه كرامه يبعد شويه على هذه الاجواء المتشنجه وللاسف الشديد. يلا نبداو مع الهيئه المديره والنقله النوعيه اللي صارت في النجم الرياضي الساحلي منذ قدوم الهيئه التسييريه، قراءه لمالك ساسي وماهر سلام. وفاء الى رساله المؤسسين باش نبذل اقصى جهد باش ان شاء الله رغم الصعوبات ورغم الظروف اللي يعيشها النادي باش نكون في مستوى الامانه والرساله اللي منوطة بعهودتنا. الصدق في القول والاخلاص في العمل صفات لخصت مسيره ابرز وانجح من اعتلى كرسي رئاسه فريق جوهره الساحل. عثمان جنيح اللاعب المسؤول اللي حمل الامانه وكان ديما الرجل المناسب في المكان المناسب. انسان منظم يعرف شو يعمل، الحقيقه عاوننا برشا وواحد فرحان اللي وصل خدمة مع رئيس كما هكا. مسيرة البدايات تزاملت معها أبرز النجاحات والعصر الذهبي الكتيبة الجميلة. المكان المناسب كما قلوها بين حنكة الفني واللاعب القدير وخبرة المسير الناجح. في عام جنيح كان وفي لرسالة المؤسسين، حافظ على كيان الإتوال ووضعه في المكان اللي يستحقه. قضايا شائكة ومتعدة نجح رئيس الهيئة التسييرية بالتغلب عليها بكثير من خبرة التسيير، منع الانتداب، غياب التمويل وديون بمبالغ طائلة. عثمان جنيح تصدى لهذا الكل. في 6 أشهر فرض الأحكام الصادرة ضد النادي من الفيفا، وكان وراء استجلاب مستشارين عالميين، وبالتالي كابوس التمويل اللي كان يؤرق النجم وأحبائه أصبح شيء من الماضي. موسم 22-23 أكد أن روتينة عثمان جنيح أصبحت عملة نادرة تنتمي إلى ذلك الزمن الجميل من المسيرين الأفذاذ اللي إذا عقدوا العزم هانت أمامهم كل الصعاب. احنا عقدنا العزم أن تحيا الإتوال، عقدنا العزم أن تحيا الإتوال. هنيئا للنجم بالبطولة رقم 11 وهنيئا للتاريخ النجم بقامة تسييرية استثنائية على كل المستويات. طبعا سنعود
سنعود مع احتفالات جماهير وأنصار النجم الرياضي الساحلي بالبطولة، بالبطولة رقم 11 في تاريخ النادي. لكن قبل هذا فاصل إشهاري ثم نعود ونواصل الحوار.